نناشد جميع السلطات المحلية بما فيهم السيد رئيس البلدية، بما فيهم السيد رئيس الدائرة، بما فيهم السيد الوالي. هذا الحي المتشعبة راه فيه يعني حوالي 100 ولا 140 ساكن، رانا نعانوا معاناة شديدة، نعانوا في وقت البرد ونعانوا في وقت الحمان، ورام وليداتنا مرضوا، ورانا عايشين في مأساة كبيرة. رانا عايشين مع طوانب، عايشين مع الفيران، عايشين مع الأوساخ، عايشين يا ودي. هذا الناس إذا كان في قلوبهم رحمة رب العالمين وكبشر كبشر، يعني من جانب رب العالمين سبحانه وتعالى كبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا رانا بقايا فوضاوي حي متشعبة، حاب نوصل ثلاث نقاط للمسؤولين. اولا رانا عايشين تحت الفقر، ماناش فقراء، رانا تحت الفقر. ثانيا رانا نعانوا احنا اولادنا الامراض في الصيف في الشتاء، رانا كيصب المطر الناس تفرح بالمطر، احنا نعدو خايفين. نعانوا في معاناة الوعود، كل يوم يواعدونا ويخرجوا علينا الطريق، واعدونا في قداه المره. رانا من 2012 وحنا رانا في ذل البقعه، اذا كنا معنيين بالترحيل ورانا وليدات بلاد ونستاهلوا العيش الكريم في السكن، يجوا يعطونا ويرحلونا. اذا كنا ما نستاهلوش وما عندناش حق في ذل البلاد، يجوا يزعكونا ويقولوا لنا كاع ماكمش وليدات البلاد ونروحوا كاع منها. رانا نطالبوا فيما طالبنا احنا وليداتنا، راك تشوف فيهم شاهين من سيد الرئيس يرحلنا، ندوروا على الترحيل. رانا الله حي ثلجنا احنا اولا، وتالي يا رانا القمل راح السطيحه هذيك، رانا في 8 سنين. اطلب من سيد الرئيس الوالي ولايه جلفة، احنا رانا في هذا الحي المتشعبه رانا ضرينا ياسر، وعدونا وشحال من خطره يقولون يا ودي كل عام رانا طيحوكم، لكن ضرينا ياسر. نطلب من سيد الوالي يجي يشوفنا هنا يتيم. طالبوا من الوالي جديد يشوف الحاله تاعنا، رانا مقبونين ورانا مع الوعود الكاذبه، كل يوم مع الوعود الكاذبه. حتى ورانا موعدين مشى في الدائره والمير موعدين بها نروحوا 15 مارس، بصح رانا نسمعوا باللي قال لك العدد راه نقص تاع السكن. باسم الحي هذا، حي 94 مسكن بوتريفيس هذا اللي امامكم، بالنسبه للفوضوي هذا تكلمنا عليه كثير وهدرنا عليه كثير، ورحت انا لسيد الوالي اللي قبل لكن بدون جدوى. احنا ماذا بينا يدير حل لهذ السكان هذول، لهذا الفوضوي هذول؟ انا مضرورين ياسر، خذوا هنا ما كان حتى تروطوالات، ما كان حتى اشغال هنا اللي تفيد هذا الحي، لكن ما كان حتى ما كان حتى ما كان حتى جدوى بالنسبه لسيد الوالي.